Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Hello, hello, guys. أتمنى تكونوا كلكم بصحة جيدة. تعطلنا بزاف على حسابات البارتي هادي بزاف كتر من كاع من القياس. طراو شي مشاكل وكذا ولكن كل شيء تحل. ما عليناش. بالنسبة للغريب راه ما كاينش معنا في هذا الشابيتر ولا البارتي. عنده شي مشاكل وهذا وما خدمش معنا في هذا البارتي. كاينين ضيوف جداد، ضيوف زوينين، ضيوف في شكل. معنا اليوم بلقيس صاحب قناة مسجون الليل. سيد اللي بالنسبة لي أنا واعر. أنا شخصيا كنت نتصنت القصص دياولو من هنا. تحياتي السي بلقيس. ومعنا راوي ستوريز بلا ما ندويلكم عليه هذا. وعارف وأنا عارف بلاستو كي داير عندي. والداري اللي كانوا الغول الحكواتي وأنا طبعا. الانستغرام ديالي كاين في الديسكريبسيون. موجود تما كنتسناكم لهيه آراءكم. مرحبا بكم. لي ليان ديال الدراري كاملين كاينين في الديسكريبسيون كلهم. ما تنساوش ليا الغول، انا الغول دخلوا لي عند الغول راه عنده شي حاجه زوينه حتى هو. الدراري الاخرين ما محتاجينش للدعم وهذا، وقفوا ليا الغول، انا راه الغول عنده شي حاجه واعره، يلا دخلوا عنده. القصه غتكون شويه معقده، يعني تصنط ركز باش تفهم البلان كامل حيت معقد بزاف، وكل وجهه نظر ديال الشخصيه في القصه عيش معها وفهمها. واللي تلخبط شويه لي كومونتير انا غادي نجاوبو ونشرح ليه كلشي. مشينا يلا ليتس جو. كنخمم في الغول وفي كل كلمه قالها ميمير حتى لدابا. قلت مع راسي خصني نشوف حل باش نعتقو خونا الغول من داك المخلوق المشؤوم. خصنا نعتقوه. تنفكر في الحل وننسى المشكل. هادشي علاش فرتكت القصة كاملة من اللحظة فاش بدا هاد الفيلم ديال الخليع حتى لهاد اللحظة ديال دابا. وهنا لاحظت شي تفاصيل مرعبة وكتبشر غير بالأسود. ما نتشابهوش ليها الدراري. يلاه بغيت ندوي حتى كنشوف ميمير وقف ودير يديه مور ظهره. فاش خرجها ما خرجاتش خاوية، كانت شادة في السلاح. كنشوف في هديك اليد وانا مدهشر. كنشوف فيها وكنعرق. كنشوف فيها وهي كتطلع حتى فيزات على الحكواتي. الحكواتي مكسل فوق الرملة والتعابير وجهه كلها مخربقة. عرفتي فاش كتقرب لك الموت لدرجة كبيرة كيف مجرى العثمان دابا ومن صاحبك يا حسرة. هاد اللحظات بالذات ما يمكن إلا يتحولوا التعابير ديال وجهك لهاد الفورمة اللي كتبورش. ميمير واقف تيشوف عثمان بواحد الحقد كبير ومفيزي عليه بدك السلاح اللي ما عرفش منين جابو. عاد كان مريح صحة سلام معانا وكيعاود قصو مالو ولا بحالكا وكيفاش تخرج داك السلاح من العدم. انا هنا تشوقيت في بلاستي وجمدت بحال شي حجرة. وليت بحال شي كاميرا كتسجل بلا رياكسيو. ميمير كيبكي وتيقول لعثمان علاش تبعني؟ علاش تبعني انا؟ علاش كنتي كتضربني؟ علاش كنتي كتحقر عليا؟ دابا غادي نقتلك. لا ما ديرهاش ميمير، دير عقلك. انا صاحبك، هبط لك سلاح الارض، هبط سلاح الارض. شهد عثمان، شهد، قلت لك شهد. صوت ديال القرطاسة زعزعني ودموعي هبطوا معاه. عثمان مسكين طاح جوته جامدة، عينيه تمرغوا في الرملة والدم
عمر البلاصة ناري شنو جرى الميمير. فقت من الصدمة ديالي من هاد الرصاصة اللي خرجت من سلاح ميمير، حيت خفت لأنا نكون من موراها. يلاه بغيت نوض نهرب، تا كنشوف عثمان بدماياتو شاد ليا فرجلي بالجهد ما خلانيش نتحرك، وتيقول ليا بواحد الطريقة صدماتني. فين غادي يا صاحبي؟ صبر صبر حتى نديك معايا. صبر من اللي عرفوا العشران شنو جرى لصاحبنا الغول ما تيقوش، كنشوف فيهم حايرين كيعرقوا بحال خارجين من الصونة. واحد شوي الغريب ناض وقف على رجلي كيخمم كيفكر وكيشوف جهتنا، ولكن عيني بيضين، الموم والكحل ديال عيني ضار وكيشوف مخه ماشي فين. ها كيشوف مخه، عرفت هاد الشي صعيب ولكن كان كيشوف مخه. انا وعثمان تخلعنا بزاف، كنشوف فيه مصمر وسارح الجسد هنا والعقل الله اعلم فين مشى. قال لي يا عثمان اش هاد القواده اللي كطرا هنا؟ ما الغريب داير بحال هكا؟ والله ما فهمت وما عرفت شنو هاد الشي واقع، ما عرفتش مالو. هنا بدا الغريب كيتحرك بحال شي زومبي، باغي يمشي للبحر. كلنا كنعرفوا بلي الغريب ما كيعرفش يعوم، لا مشى حتى دخل البحر قدر يمشي فيها وغادي يلعقها بالبيان. فما كان منا الا شدينا في الغريب وكنصرفقوا فيه باش ينوض، ولكن والو. سيد مصمم وكيجري وكيتنطر بحال شي حد فيه المس. قال لي يا عثمان فكر في شي حل ميمير قبل ما تقود علينا، لو وقعت شي حاجه للغريب غادي كبتوها معنا النباشه. شوف انت شدو مزيان وخليني انا غادي نفكر في شي حل. دير على القواده سنا يشدو انا غنفكر. بديت كنفكر في هذا الشيء اللي جاب، وهنا قلت مع راسي كيفاش ما فكرتش في هذا البلان؟ الا كان زاموكين غيتلبس بالغول دونك ما يمكنش انه يتلبس به وفي نفس الوقت ما يحميهش، حيت متلبس به غادي يحميه ضروري، غيحميه من هذه الروينه اللي غتجرى للعالم ديالنا. زيد عليها هاد زاموكين من اخبث المخلوقات، فممكن يكون كذب عليها، ولا كانت هاد النظريه صحيحه فاكيد انه بدل الغول بالغريب. يعني الغريب دابا هو الشخص اللي غيبدا يخلط الواقع بالحلم. قال لي عثمان وازرب نمي راه الغريب غادي وكيتجهد وتقول هرب من الموج، ضربوا على كفاه بالخف. شنو هو واش حنا قلنا لك لقينا الحل انت كتقول لي ضربوا على راسو؟ شوف انا كنكره المكلخينات، واش انت مصمم كنمي؟ واش ما كتفرجش في الافلام؟ غضربوا على كفاه غيسخف ويهنينا من هذا الفرع. على الاقل هذا الشيء غادي يعطينا وقت بين ما نفكروا في شي حل. داك الشيء نيت لي جرى عثمان دار اللي قلت لي، وهنا خونا الغريب جا الارض كاو غواته طفى وطاح فرمل على وجهه. وهنا قال لي عثمان أمدرا لقيت شي حل؟ فاش سولتو هكا جاني جوابو بورشني، قال لي علاش فضحتيني؟ اختاريتك وقريتك بوحدك، علاش ما خبيتيش السر ديالي؟ اش كتخربق الصاط ميمير؟ جمع راسك المرض، واش حنا في مصيبه قدا قداش مع الغريب وانت عاد ما جاتك على الملاغه؟ انا ثقت فيك وحكيت لك سري، علاش عاودتي اصحابك؟ وجه ميمير تبدل، بان لي ماشي هو هذاك كيقرب مني وانا كنبعد منه، حتى طحت على الرمله قرب لي وجهه حتى خشى عينيه في وجهي. بين وجوهنا غاشي جوج سنتيم، وهنا وجه ميمير تحول. ميمير البوغوص الابيض ولا وجهه كحل وعينيه بيضين. هنا بان لي بلي كنا مخدوعين، حيت دابا هذا اللي قدامي هو زاموركين. قال لي اختاريتك من بين كاع البشر حيت انت عندك مع روح، وكيبان لي نهايتك
نهاية كنيت غتكون بسبب رعد. اسمح لي، اسمح لي، عافاك. لسانك اللي فضحني. وبين يدي هذا، هذه تعلمك عمرك تعود أسرار المخلوقات ديال غين لشي واحد. أنا غادي نساق لك صحابك واحد بواحد وغنقتلك من بعد. سديت عينيا على مشهد مرعب وحليتهم عاوتاني على مشهد رعب منو كتر. كنشوف ظهر ميمير وهو واقف قدام عثمان اللي كان غارق في دمه وشاد فمه بيديه وعينيه غارقين في وجهه بالخلعة. عثمان كان تيتألم من عينيه وجلده كيعاود لك على الخلعة والصدمة اللي طلعته. أنا فايق مبوق ما فهمت والو في هاد الشي، كنت حدا العافية ودابا لاقي راسي حدا البحر. وقفت على رجلي والدنيا في عينيا فلو، وقربت الميمير مسيته في ظهره وقلت ليه شنو جاري هنا، شنو وقع العثمان وعلاش انا نعست. قال لي ميمير هو تيبكي. اخويا الغريب عثمان صغط لسانه، دار لعندي وعنقني كيبكي وقال لي يا الغول تلبس به زاموركين وعثمان كلا لسانه. انا وياك اللي مازالين هنا يا صاحبي، خصنا نديو عثمان للسبيطار الصاد، راه لبقى هكا غادي يودع ما فيهاش. صراحه انا وخا خواف ومرعود لكن كان حلل مزيان الوضعيه. فاش شفت ميمير خارج من الماء وما في يديه حتى شي ساروت، عرفت بلي ميمير الحقيقي مازال ما رجعش، حيت عقل مزيان بلي داك المخلوق اللي بان في الحلم الحكواتي قال ليه بلي اون فوا يفيق يلقى ساروت في يديه حقيقيه. ميمير جاي بعين متقوبه وكبير بزاف بلا ساروت، هادشي دل الشك. وهذا علاش علقت بواحد الطريقة فين يبان شي يوسن بولت اللي جبد الغريب، علاش هربت هربت باش ما نتأداش حيت هادشي كيخلعني. ولكن فين مشيت؟ ما مشيت فين، تخبيت مرة واحد الصخرة كبيرة وقريبة للبلاصة فاش كنا مريحين قبل ما يشوفني داك المخلوق اللي طلع من البحر، وبقيت تما حتى سمعت كل شي. ما عارفش علاش ناوي هاد ولد القاف ديال زاموركين، ولكن خصني نلقى شي حل. مور ما مشى الغريب وعثمان ومعاهم الزاموركين اللي مسيف وصيفط ميمير وحتى الجسد ولا ما عرفت، قلت غنمشي عند خونا الراو سيد حياته كلها مدوزها مع شمس المعارف والجنون، وهو اكثر واحد ممكن يلقى لينا شي حل لهاد المصايب. عارف ربما حتى هو شدته اللهنة ديال الزاموركين، ولكن ما نظنش حيت عنده شي جنون خدامين معاهم طاكين عليه الضق. بقيت تما حتى تيقنت بلي خوتنا خواه والقنط ومشيت كنجري للدار ديال الراوي. ما دقيت حل ليا الباب، الراوي ساكن بوحدو. مع دخلت لقيت الكلب ديالو في دخلاته على الدار كينبح بحال ما عرفت شنو شاف. طلعت عندو البيت كان لهت وقلبي كيزدح، قلت ليه خويا الراوي والقواعد يا جمال القواعد. شويه عليك تهدنو بشويه عليك الغول، اشنو عندك؟ عاود لي شنو واقع. منين غنبدا ليك؟ قلت لك تهدن وبدا ليا من الاول باش نقدر نفهم. كنا مريحين مقصرين حدا البحر، حتى نضع عثمان جبد واحد الحلمه ديال مو قلبات لينا حياتنا. عارف عارف البلانات ديالو ما كيسكتش. المهم اللي وقع انه بقيت كنعاود ليه هو حال معايا ودني، قلت ليه كل شيء بقاع التفاصيل. وهنا قال لي كائنات الرين. هادو كالرين. الكتاب كان قديم بزاف، العمر ديالو كان مليار عام، ولكن
ما كانش مذكور كيفاش يقدر يدخل بنادم لذاك العالم. خويا الراوي وعتقنا صاحبي راه ميمير ما عاد فين تلات بيه الوقت، تقريبا باغي ينتحر واعتمار خسر لسانه بسبب زاموركين. شنو غنديرو دابا؟ الخبط اللي دوا عليه الزاموركين هو الكذوب، فهذا كائن كذاب، فكل 100 كلمه كيقولها غادي تلقى جوج اللي صحاح. ضروري ما خصنا نرجعوا العالم ديالهم باش نقدروا نعرفوا الحقيقه. ملي قال لي هكا الراوي خلاني، واش انا نقدر ندخل العالم ما عارف شنو كيتسناني فيه؟ الله ما عرفت، ولكن ما حدي مع الراوي في جنبي ما نخافش، وميمير عزيز عليا ولد الكلاب، ضروري ما نشوف شنو جاري ليه في داك العالم ديال مخلوقات الرين. قلت ليه نخاف زاموركين يأدي صاحبنا. ما تخافش، زاموركين كائن قاتله الوحدة، هو راه باغي غير يولي واحد منا، وكيبان أنه حاقد الحكواتي، ولكن السبب اللي غادي يخليه يكون في عالم آخر هادشي اللي خصنا نعرفو الحقيقة ديالو براسنا. واش غنقدروا نخرجوا من تما الا دخلنا ليه؟ خويا الغول الا قلت لك هادشي محال تيق، ولكن طمن انا عارف كيفاش نقدروا نخرجوا من تماك. بالموت. كيفاش كيفاش اصاب؟ الا متي من وسط العالم ديالهم غادي تحيا هنا. انت منين عرفتي هادشي كامل؟ ايه يا خويا الغول، الكتب اللي قريت في هاد العالم كتر من داكشي اللي قريت في لافاك، سي نورمال نعرف هادشي وكتر. هي هاديك تحركنا في داك الليل حتى البحر، ودرنا كما قال الحكواتي، ناسنا في البحر ونطقنا بديك الجملة 100 مرة، وهنا ناسنا وحلينا عينينا في واحد العالم زوين بزاف، وتقول جنة صافي عكس اي حاجه قالها الزاموركي الكذاب. قال لي الراوي، انا كنظن غالبا ميمير صاحبنا الحقيقي غادي يكون عاجبو هاد العالم وتبادل الدور ديالو مع الزاموركين. يعني اعطاه صورته وخلاه يشد بلاصتو معانا ياك؟ وييه يديرها ميمير يديرها، راك عارفو فين ما كانت الهوى ديالو كيقلب عليها، فين ما كانت صعب وتصعب يلقى ليها الحل من يدخل ليها. بقينا غاديين وما كان لي دوا معانا، مخلوقات هنا في شكل هلاميين وكيطيروا، وتا حنا درنا هكا. قال لي الراوي، اش بان لك نطيروا؟ كيفاش نديروا ليها؟ نتايا غير فكر في الطيران وغادي تطير عشيري، فكر في اي حاجه وغادي تحضر. راك في العالم ديال الحلم عشيري، واي حاجه بغيتيها غادي توقع. داكشي اللي درت فكرت في مليون درهم مغربية وهي تحضر. كنفكر شنو غندير بهاد الفلوس. قال لي الراوي، انا غادي نقول لك شنو دير بها، خلق لك شي دولة بحال المغرب وخدم بهادوك الفلوس. بقينا كنضحكوا، قلت لي راك عارف ماشي على هادشي جينا. وهنا الراوي بدا كيتمنى شي لعبه، واحد شوي خرجت من العدم مرايا كحله، دورها الراوي جهتي، وهنا شفت ميمير كيضحك وناشط خدام كيفرقع في الباكارات ولد اللادينا. مسخوط الوالدين صافي، سيد مبرا هنا وحنا عايشين الجحيم على برا. وهنا بدا الراوي كيتمنى تاني. شنو تمنى؟ نتمنى اننا ننتقلوا بسرعه البرق عند ميمير البشري فين ما كان، وفي لحظه حل عينك سدهم لقينا راسنا قدام ميمير، غا شافنا التدهشر، ما عرف ما يقدم ولا يوخر، جرى على دوك البنات قال لينا، البنات خرجوا من بيتي دابا داري، شنو جابكم لهنايا؟ والتجمع قلاوي كان امي انت اللي جبتينا لهنا، واش عارف شنو خليتهم وراك ولا لا؟ ما كتبدلش يا ميمير، ما كتبدلش، الظن ديالي كان في محله، انت مبرح هنايا وصحابك كيعانيو.
ما يمكنش، حيت راه زاموركين قال لي بلي غادي تهلا فيكم كاملين، وبلي على عكسي انا نتوما غتعيشوا تبارع في الواقع ماشي بحال غير الحلم. راه زاموركين كذب عليك عشيري، ولا عرفتي شنو دار لصحابنا غادي تندم على هاد العهد اللي درتي معاه. شنو دار؟ عاودوا لي. بقيت كنعاود ليه بحرقه ورعب كاع داك الشيء اللي جرى. فاش ساليت قال لينا سمحوا لي يا خوتي، راكم عزاز عليا وانا كنثق فيكم، انا عارف كيفاش نخليه يرجع للحبس فاش كان للحبس. اه زاموركين كان في الحبس وانا اللي خرجته. علاش خرجتيه يا مصوت الوالدين؟ علاش؟ حيت هو الوحيد اللي كان مخلي هذا العالم يكون جحيم. داك زاموركين جاي من البعد 666 في الاكوان. اها في الاكوان الهلاميه، هو اي بلاصه مشى ليها كتولي بحال جهنم. ما عرفت كي داير توصل لهنا. المهم ملي دخل هنا حبسوه وكانوا كيتقبوا ليه عينيه كل نهار. انا فاش دخلت وحكم اني بشري فتا حاجه ما كتاديني هنايا، والمخلوقات ديال هاد العالم طلبوني باش نصيفطو لكون اخر، وفي المقابل غادي نولي ملك هنايا. فاش سولتهم كيفاش، عاودوا لي على العهده ديال التغاير. هاد العهده ممكن يديروها اي جوج من عوالم مختلفه باش يتبادلوا العوالم قبل ما نصيفطوا العالم ديالنا. شرط عليه باش يحميكم كاملين، وعدني باللي غادي يحقق لكم اي حاجه بغيتوها نتوما بربعه، عثمان الغريب الغول راول كاملكم. وقصة هادي مثل قناة بيرد داك القلاوي الحبس فاش كان باش نعتقو صحابنا بالزربة، راه ما تعرف شنو ممكن يدي. جبد ميمير ديك العهدة اللي دار مع الزاموركين وقطعها، إن فوا دار هاد البلان تقلب العالم كله لجحيم ودخاخن، بالضبط كيف ما وصفو زاموركين المتشبه بميمير حدا البحر. فهاد اللحظة دوا الراوي قال لميمير عندك شي موس هنا؟ اه كاين. يلا قتلنا انا والغول ومن بعد قتل راسك. علاش هادشي؟ دير داكشي اللي قلت لك بلا ما تطول الهضره، حيتاش هذه هي الطريقه باش نقدروا نخرجوا هنا في حالنا. ميمير قتلني انا الاول، مع قتلني حليت عيني حدا البحر حدا العافيه في نفس البلاصه. كنت تلفت كنشوف الغريب حدايا كيتكيف هو وعثمان، اللي رجع ليه لسانو صليط وقاس كيكركر تما. الراوي ما كانش معانا، ولكن ميمير ها هو مريح حتى هو حدايا كيتكيف. القطار بين يدي، لقيت راسي في ديك لافاسون باش بدات لي استوار. يلا باغي نبدا الغناء، قال لي عثمان وان امي يلا ريحنا، باغي تبدا الغناء عاوتاني. اكون عرفت بلي غتقول هكا كون خليت امك بلا لسان، كاع ما نمشيو نضربو ديك لاتور كامله باش نردو هاد الزبل الواقع ديالو. هنينا خاتمان. اش كتخربق؟ ما فهمتكش. وقيل الغول تبوق مزيان. وياه شرا المزيانه ولد العبد. انا عرفت بلي الدراري نساو كلشي، حيت اللي كيجي مع زاموركين كيمشي مع زاموركين. وهنا قال لنا عثمان والبارح شفت واحد الحلمه في شكال. وهكذا مشات حكايتنا من واد الواد ومن بلاد البلاد، يحكيوها لكم الرواة للمستمعين والمستمعات. أصدقائي القصة سالات، القصة الأولى في سلسلة أنا وصحابي سالات، ولكن بقى قصة تانية اللي غتكون في مقبرة بلا ما نزيد نحرق عليكم البلانات. يلا تهلاو.